المحاضرة اللي فاتت اتكلمنا على الفيروسز اللي هي الفيروسات أو علم الفيرولوجي، واتكلمنا على general characters of viruses اللي هي الصفات العامة للفيروسات general characters of viruses، وقلنا هنتكلم على ال definition. فهنخلص ال general characters of viruses. احنا المرة اللي فاتت قسمتهم كده، قلنا 18 characters classified into 6 group، 18 صفة لست جروبات. ازاي؟ قلنا 3 S size الشيب والاستراكشر، و2 N اللي هي النيتشر والنيتريشن، 1 R اللي هي الريبليكيشن. طيب يعني ايه 18 صفة؟ يعني اقصد ان السايز فيه 3 حاجات، او واحد اللي هو قلنا very minute in size، 2 اللي هو ultra filterable، 3 اللي هو ultra microscopic. يبقى دول اول 3 صفات من ال 18 صفة. يعني احنا ادرجناهم under 6 group، تحت 6 جروبات. الست جروبات دول بيشتملوا ويحتووا على ال 18 characters بتاعتنا اللي احنا قلنا عنهم، 3 في السايز والشيب، طبعا دي صفة، يبقى دي ماشي، يبقى دي رقم 4. و الستراكشر اهي كده، يبقى رقم 5 في الصفات، 6 اهي، 7 اللي هو لما قلنا الفيروس ار نيوكليو بروتين، 7 اللي هو الفيروس جيناتيك ماتيريال is only one type of nucleic acid، اما دي ان ايه او ار ان ايه، او دي ان ايه متحول لار ان ايه، او ار ان ايه متحول لدي ان ايه. 8 لما قلنا الفيرال بروتين نيتشر، لما اتكلمنا على اللي هو طبيعة البروتين الفيروسي، دي الصفة رقم 8 اهيت. رقم 9، الصفة رقم 9 الصفة الصفة رقم 9 اللي هي هنا هو الفيروسز اللي هي الفيروسات are repeated identical units with known symmetry. لما قلنا ان شكلها ايكوزاهيدرال وهيليكال، دي كانت الصفة رقم 9. الصفة رقم 10 لما اتكلمنا في النيتشر، قلنا ان هو اسيلولار انتيتي. الصفة رقم 11 ان الفيروس مي بي بريزنت ان كريستالاين فورم، انه بيبقى موجود في الشكل كريستالاين. وبعد كده دخلنا على النيتريشن التغذية، الصفة دي بنعتبرها بقى كده رقم 12 اللي هي الـ viruses are metabolically inert، واتكلمنا عنها، دي كانت الصفة رقم 12. الصفة رقم 13 اللي هي قلنا obligate intracellular parasite. الصفة رقم 14 اللي هي الـ viruses are pathogenic، ان بتبقى كلها ممرضة. الصفة رقم 15 اللي هي الـ viruses can't be cultivated on synthetic media، ان احنا ما نقدرش ننميه على وسط صناعي. وبعد كده الريبليكيشن، الريبليكيشن بقى دي اللي هي المفروض هنعتبر الصفة رقم 16 اللي هي ايه بقى، هنبتدي بقى النهاردة هو فيها الريبليكيشن. احنا كنا قلنا اللايف سايكل only inside host بتبقى reproductive و non-reproductive و integrated، ان بتبقى دورة الحياة اما reproductive او non-reproductive او integrated. ماشي، فاحنا بقى في الريبليكيشن قلنا الصفة رقم 16 هي في الريبليكيشن هنتكلم اهو عنها، ان الفيروسز ريبليكيتس بيتضاعف ثرو هوست سيل تيك اوفر
من خلال السيطرة التامة، إن هو بيتضاعف عبر خلية العائل من خلال السيطرة التامة، إن إحنا قلنا إن هو بيسيطر على كل حاجة في الخلية، زي اللي هو الماشينري سيستم بتاعها والجولجي أبريتس، بياخد كل حاجة من الخلية، عشان كده بنسميها السيطرة التامة. فدي كانت صفة رقم 16، إن الفيروسز ريبليكيتس ثرو هوست سيل تيك أوفر. رقم 17، هي الصفة 17، إن الفيروسز كل ده تبع الريبليكيت، يبقى الصفة دي تبع الريبليكيت، ودي الصفة دي التانية دي تبع الريبليكيت، إن الفيروسز كومبليت، إن هي بتكمل its life cycle، إن هو بيكمل دورة حياته only فقط inside the host cell، only inside the host cell بيكمل دورة حياته داخل خلية العائل. الصفة رقم 18، إن الفيروسز replicates، إن هو بيتضاعف by 3 طيب اللي احنا قلناهم، اللي هي ال reproductive و ال non reproductive، وال non reproductive، وتالت حاجة اللي هي ال integrated. لأن ال viruses replicates by three types، اللي هي ال reproductive وال non reproductive وال integrate. ماشي، دولت بقى عايزين نشوفهم النهاردة، هنشرحهم اهو. عندنا مثلا اهو ال virus، يعني حاجة زي البكتيريوفاج مثلا، اهوت بيقوم بيقف على ال host cell بتاعته اللي هي خلية العائل، والمفروض هنا في ده النيوكليك اسيد اهوت، او الماده الوراثيه، هيتم حقن الماده الوراثيه، بيدخلها جوه الخليه اهوت بالمنظر ده، ان هو اهو كده هتبتدي الماده الوراثيه هتدخل هنا، وبعدين يحصل الريبليكيتس جوه اهيت، بيتضاعف بيكون فيروسز جوه هوست سيل، وبعد كده دي يحصل لها اهوت انفجار كده، وتقوم ايه تطلع الفيروس بتاعنا بره الخليه. دي طريقه الريبرودكتيف. ماشي، ندخل بقى على طريقه النون ريبرودكتيف، اللي هو الفيروس بتاعنا واقف اهوت على الهوست سيل، المادة الوراثية هي، بعد كده بيحقن المادة الوراثية بتاعته اهي، بتدخل هنا الخلية، بعد كده اهي المادة الوراثية بتاعته مع خلية في خلية العائل، بعد كده بتتقسم لاتنين، يبقى دي طريقة non reproductive. ماشي، وبعد كده ال integrated methods اللي هي الطريقة رقم 3 في ال replicates، ان برضو بيحصل نفس الخطوات اهي، نفس الخطوات دي بالظبط بتحصل، بس المفروض ان بعد الخطوة دي على طول، يبقى الانتجريتد نفس الخطوات بتاع دي اهي، بتحقن الماده الوراثيه بتاعتها جوه خليه العائل، بعد كده المفروض ان النيوكليك اسيد ده اهو يحصل له انتجريتد. يعني ايه انتجريتد؟ مع النيوكليك اسيد بتاع خليه العائل، ان بيقوم اهي اهو. والثانيه نعملها بلون تاني عشان نقدر نوضح، دي اهو ده النيوكليك اسيد بتاع الفيروس، حصل له انتجريتد مع الماده الوراثيه بتاعه خليه العائل،
فعشان كده بنسميها integrated. خلاص، يبقى دي كانت الصفة رقم 18. وبكده يبقى خلصنا ال 18 characters of viruses، اللي هي 18 صفة بتاع الفيروسات. خلصناهم، وهنبتدي بقى المفروض ان احنا نقول الديفينيشن بقى. الديفينيشن ده اصلا كان المفروض نتكلم عليه في الاول خالص، بس احنا قسمنا الموضوع بتاعنا لديفينيشن وجنرال كاركترز. اتكلمنا على الجنرال كاركترز اللي هي خصائص العمل الفيروس الاول، بعد كده هنتكلم على الديفينيشن. بالنسبه للديفينيشن بقى اللي هو تعريف الفيروسات، عام 1950 العالم باودن قال لنا ان الفيروسز ان الفيروسات are obligate parasitic pathogen، ان الفيروسات ديت بتبقى كائنات متطفلة او pathogen متطفل اجباري، وان their dimension less than 200 مايكرون، يبقى وان ال dimension بتاعتها اللي هي الابعاد بتاعتها اقل من 200 مايكرون. والتعريف ده طبعا اعتبرناه تعريف خاطئ. ليه بقى؟ جالنا عالم واتسون وكريك عام 1956 قال لنا ايه بقى؟ قال لنا ان الفيروسات، قال ان ديت عبارة عن a particle، ان الفيروس a particle جزيء whose atom ذراته are arranged، بتبقى مرتبة in a more or less constant relationship to each other. بس التعريف ده اعتبرناه ان هو تعريف غير كامل. فجالنا عالم اسمه عالم لوريا عام 1959 قال لنا ايه بقى؟ قال لنا ان الفيروسز ار جيناتيك ماتيريال اليمنتس، اللي هي عناصر الماده الوراثيه. يبقى ان الفيروسات ديت عباره عن عناصر الماده الوراثيه which able to، اللي هي بتكون قادره على determine specific system to transmit from cell to cell، ان هي بتحدد specific system عشان تنتقل من خلية to خلية from cell to cell. فجالنا العالم باودن تاني عام 1964 قال لنا ايه بقى؟ ما هو كل ما عالم بيتوصل لحاجة بيجي بيقولها، بيجي عالم تاني يكتشف حاجة تانية يرجع يحدث لنا في التعريف او يضيف لنا حاجة للتعريف او كده. فجالنا العالم باودن 1964 رجع قال لنا ايه؟ قال لنا ان الفيروسات دي sub microscopic infectious entities، ان هي كيانات بتصيب، كائنات مجهرية بتصيب، سواء بقى بتصيب خلية العائل يعني، ذات multiply، ان هي بتتضاعف only in intracellular and are potentially pathogenic and are potentially pathogenic. التعريف ده يعتبر يعني تعريف صحيح بس قاصر، يعني هو تعريف، التعريف ده اعتبرناه قاصر مش خاطئ، يعني ده تعريف قاصر ماشي. فجالنا بقى العالم لو فورن وتورنيير عام 1967 قالوا لنا ايه بقى؟ ده كان اشمل تعريف للفيروسات، علشان كده هنعتبر ان هو ده تعريف الفيروسات. يعني هو اكيد لا يخلو من القصور ايضا، بس يعني يعتبر اشمل تعريف قال لنا عن الفيروسات. قالوا ايه بقى؟ قالوا ان الفيروسز can be surely set as apart from other microorganisms on the basis of five discriminative features. اي ايه؟ ان الفيروسات بنعتبرها set as apart from جزء من other microorganism، ان الميكروorganism الاخرى on the basis، باعتمادا على خمس صفات مميزة يعني، اللي هم ايه بقى؟ قال رقم واحد a presence of single type من nucleic acid، وجود نوع واحد من النيوكليك اسيد طبعا اللي هو الدي ان اي او الار ان اي، ما ينفعش يبقوا الاثنين مع بعض، يبقى بريسنس اوف سنجل تايب اوف نيوكليك اسيد. رقم 2 ريبرودكشن فروم ذا جينيتك ماتيريال اونلي، ان طريقه التكاثر بتاعته او الريبليكيت بتاعته بتبقى عن طريق الماده الوراثيه. رقم 3 انكابيسيتي تو جرو and divide يعني geometrically fixed،
ساعته ان هو ينمو وينقسم and divide geometrically fixed. وقلنا geometrically fixed اللي هو بيبقى geometrically fixed لما قلنا ان هو icosahedral و icosahedral وهيليكال. icosahedral وهيليكال. ورقم 4 absence Lipman system. وقلنا يعني ايه غياب Lipman system؟ absence اللي هو غياب جهاز Lipman اللي هو غياب كل حاجة، اللي هو no machinery system, no Golgi apparatus, no mitochondria, no ribosomes, no. يبقى غياب كل حاجة بتخلي بتخليه ان هو يقدر يقوم بالميتابوليك بتاعته، اللي هو لما قلنا ان هو ميتابوليكالي inert. يبقى الراجل لوف هورن تورنير قالوا لنا ان absence of Lipman systems. رقم 5 absence of genetic information required for synthesis of cellular system absolute parasites، اللي هو غياب of genetic information اللي هي المعلومات الوراثيه required for المتطلبه ل synthesis اللي هو تخليق of cellular systems اللي تخليق نظام خلوي اللي هو absolute parasites. التعريف ده يعتبر اشمل تعريف، وده اللي هنذكره لما يقول لي ايه هي الفيروسات. هنقول التعريف ده ان هي viruses can be surely seen as part from other microorganisms on the basis of five discriminative features. ونذكر ال five discriminative features بتوعنا اللي هما presence of single type of nucleic acid, reproduction from the genetic material only, capacity to grow and divide, absence of Lipman systems, absence of genetic information required for synthesis of cellular system. التعريف ده بقى هنقول ان هو كان قاصر بس في حتة معينة، يعني حتة بسيطة جدا، اللي هي ايه بقى؟ ان هو القصور انه لم يضيف اللي هو ان الفيروس كريستالاين. ثانيه واحده كده، هو كريستالاين فورم، وان هو اسيلولار. يبقى كان قصور التعريف ده بس ان هو لم يضيف الحاجتين دول، ان هو اسيلولار وكريستالاين فورم. اسيلولار اللي هو لا خلوي، لا خلوي يعني ان هو بيبقى عبارة عن غرفة not contain cytoplasm، ما فيهاش cytoplasm، عشان كده cytoplasm. ده كان قصور التعريف، ولكن ده اشمل cytoplasm، ده اشمل تعريف للفيروسات، وهنلتزم بالتعريف ده. خلاص، هنتكلم بقى هنا. عندنا في حاجة اسمها viruses، يعني فيروسات. في حاجة اسمها related viruses، وفي حاجة اسمها sub viral entities. عندنا ثلاث حاجات، احنا عاوزين نعرف ايه الفرق بين الفيروسز والريليتد فيروسز والسب فيرال انتيتيز. ماشي، هنتكلم فيرستلي. اول حاجه هنتكلم فيها فيرستلي عن الفيروسز. فيرستلي هنتكلم، يعني اول حاجه اولا هنتكلم عن الفيروسز. الفيروسز ده ممكن يكون حاجتين، ممكن يكون فيرون او فيروس. ايه هو الفيرون وايه هو الفيروس؟ الفيرون التعريف بتاعه اللي هو فيرال بارتكل، فيرال بارتكل ان اتس ريبليكيتد فورم. يبقى جزيء فيروسي في الشكل
المتضاعف بتاعه. يعني في الصورة الأكتيف يعني بيبقى فيروس نشط، بيبقى في الصورة الأكتيف بتاعته، عشان كده بنسميه فيرون. الفيروس بقى اللي هو بارتكل ذات all discriminative features but lack the ability، غياب القدرة of replication، غياب القدرة على التضاعف. يبقى هو برضو جزيء فيروسي فيه كل الصفات بط، ولكن غياب the ability of replication اللي هو غياب التضاعف، يعني في الصورة ال inactive، ال inactive form، أو اللي هي ال inclusion body. ما هي ال inclusion body، inclusion body اللي قلناها قبل كده، يعني بيبقى الفيروس inactive يعني غير نشط، اللي هو في الشكل الكريستالاين، بيبقى في شكل كريستالات، كريستالاين فورم. ماشي، يبقى عرفنا الفرق بين الفيرون والفيروس، خلاص ماشي. طيب في حاجة برضو انا عايزة انبه حضراتكم ليها، ان احنا اصلا نوت ملحوظة مهمة، يعني ان الانيمال فيروس، الانيمال فيروس اللي هو الفيروس الحيواني، بيبقى نوعه انفلوب فيروس. طيب البلانت فيروس اللي هو الفيروس النباتي، بيبقى نيكد فيروس. يعني ايه انفلوب فيروس ويعني ايه نيكد فيروس؟ انفلوب فيروس اللي هو فيروس مغلف، والنيكد فيروس اللي هو فيروس عاري. النيكد او نسميه نون انفلوب يعني غير مغلف. ماشي، ايه بقى هو اللي يعني ايه فيروس مغلف ويعني ايه غير مغلف، او يعني ايه انفلوب فيروس ويعني ايه نيكد فيروس؟ النون انفلوب انا هنعرف دلوقتي، النون انفلوب اللي هو غير مغلف اللي بنسميه النيكد فيروس، يعني الديفينيشن بتاعه ان بيكون هناك بروتين في شكل غلاف خارجي ووجود حامض نووي. يعني بيبقى في الصورة دي غلاف خارجي، ان البروتين في شكل غلاف خارجي ووجود حامض نووي اللي هو ال DNA او ال RNA، ده بنسميه النون انفلوب اللي هو الغير مغلف. لكن بقى اما نيجي نقول الانفلوب فيروس او الانفلوب اللي هو النون نيكد الانفلوب فيروس اللي هو الغير عاري او المغلف، يعني ايه بقى؟ يعني بيبقى فيه غلاف بيحيط بالبروتين من الخارج، غلاف بيحيط بالبروتين من هو ده البروتين اهو، بيبقى فيه غلاف حواليه، يبقى ده اسمه انفلوب فيروس وده اسمه نون انفلوب فيروس. طيب يبقى البلانت فيروس بتبقى نيكد فيروس، والانيمال فيروس بتبقى انفلوب فيروس. تاني حاجة نتكلم عليها اللي هي الفيرال ريليتد، او اللي سميتها ريليتد فيروس اللي هو شبيهة بالفيروسات. يعني ايه شبيهة بالفيروسات؟ يعني ان بيبقى
شكل بيكون شكل الفيروس، ولكن في أحد مكوناته ليس بها جزء فيروسي. يبقى شكل الفيروس ولكن في أحد مكوناته ليس بها جزء فيروسي، أو أحد جزيئات الفيروس موجودة والآخر يتكون في مرحلة أخرى. يعني جزيئات أحد جزيئات الفيروس موجودة والجزء الآخر بيتكون في مرحلة أخرى. إزاي؟ إحنا هنعرفها دلوقتي. الـ related viruses بتبقى فور تايب. هعملها في ورقة تانية. فور تايب، فور تايب، أربع أنواع. There are four types. قسمتهم أربع أنواع. أول حاجة برو فيروس اللي هو منشئ الفيروس. تاني حاجة النوع التاني defective، defective فيروس اللي هو فيروس بس ناقص. تالت حاجة بيسيدو فيروس. رابع حاجة multiple فيروس. يبقى أربع أنواع. يبقى قسمنا related viruses لبرو فيروس و defective virus و pseudo virus و multiple virus. مش ايه هو البرو فيروس؟ هنتكلم على اول واحد اللي هو البرو فيروس. البرو فيروس ان الفيرال الحكايه، البرو فيروس اللي هو فيرال نيوكليك اسيد انتجريتد with host nucleic acid يبقى ان الحامض النووي الفيروسي بيبقى يحصل له انتجريتد مع اللي احنا رسمناها قبل كده. انتجريتد يعني ايه بقى؟ اهو اهو كده كده انتجريتد. يبقى ان الفيرال نيوكليك اسيد انتجريتد ويز الهوست نيوكليك اسيد مع الحامض النووي بتاع خليه العائله. يبقى ده از ذا انتجريتد فيرال نيوكليك اسيد ويزن ذا هوست اوف نيوكليك اسيد. يبقى الديفينيشن بتاعه هنقول تاني، از ذا انتجريتد فيرال نيوكليك اسيد ويز ان ذا هوست نيوكليك ذا هوست اوف نيوكليك اسيد. خلاص ماشي. ندخل على ثاني نوع اللي هو الايه، الديفكتيف فيروس. ايه هو الديفكتيف فيروس؟ هنقول ان طبيعه المكونات هي المختلفه وليس وجود مكون وغياب الاخر. يبقى ما هوش يعني فيروس ناقص، يعني طبيعه المكونات هي المختلفه، هي نفس المكونات بتاع الفيروس، ولكن الطبيعه نفسها بقى بتبقى ايه، بتبقى إيه مختلفه. يعني ما هوش يعني مش حالة وجود مكون وغياب الآخر، لا، ولكن طبيعة المكونات هي التي تختلف. يعني طبيعة الحامض النووي هي التي تختلف عن طبيعة الحامض النووي في الفيروس الأصلي. يعني برضو بمعنى تاني، نقص احد الجينات في الحامض النووي، loss replication but may infection occur. يبقى loss replication اللي هو غياب التضاعف، but may ولكن ربما الانفكشن occur، ان الاصابة بتحصل. يبقى اسمها defective virus.
وبنسميها دي اي في، اللي هي بتبقى اختصار ل defective integrated virus، defective او interfering virus، defective interfering virus. خلاص يبقى كده ال defective virus خلاص اتكلمنا. احنا ممكن برضو نقول ليها تعريف اللي هو ورايا بقى it lacks the ability of، غياب the ability of replication due to a functional disorder in some viral genes through the replication of standard virus. يبقى نقول it lacks the ability of replication due to functional disorder in some viral genes through the replication of standard virus. وطبعا مكان ما ينفعش ان انا هكتب فيه عشان هنكتب الباقي هنا. ماشي. البسيدو فيروس هو ايه بقى؟ البسيدو فيروس احد مكونات الفيروس ليست فيروسية، او احد عضيات الخلية تحاط بغلاف بروتيني. ماشي. يبقى نقول احد مكونات الفيروس ليست فيروسية، واحد عضيات الخلية بتحاط بغلاف بروتيني. التعريف البسيدو فيروس الديفينيشن بتاعه هو similar to standard virus، شبيه للستاندرد فيروس اللي هو الفيروس الستاندرد اللي هو الكامل اللي هو المية مية يعني، similar to standard virus but its بروتين، ولكن البروتين كود بتاعه its بروتين كود occupied، بيبقى مشغول by the host cell nucleic acid or organelle. ما بيبقى occupied by the host nucleic acid بالحامض النووي بتاع خلية العائل او باي عضي اخر or organelle. يبقى similar to standard virus but its protein code occupied by the host cell nucleic acid or organelle. ماشي. بعد كده بقى نتكلم على النوع الاخير اللي هو المالتيبل فيروس، او نسميه المالتي بارتيكل فيروس، اللي هو فيروس عديد الدقائق. يعني ايه الفيرال جينوم؟ ان الفيرال جينوم بتنقسم لسيجمنت، الفيرال جينوم الجينوم الفيروسي بتنقسم separated into segment. يعني ايه segments؟ لقطع. كل قطعة بتسكن احد الحجرات المكونة للفيروس اللي هو بقى الشكل بتاعنا الجينوم اهو. جينوم اهو. وبيبقى ايه بقى؟ النيوكليك اسيد بيبقى سيجمنت اهو، بينقسم الى قطع. ده شكل مالتي سيجمنت. المالتي سيجمنت بتبقى وان لوكيول، في مالتي سيجمنت وان لوكيول، وفي مالتي سيجمنت مالتي لوكيول. يعني وان لوكيول اللي هو بتبقى المنظر ده، مالتي لوكيول بتبقى كده بقى. مالتي لوكيول يعني عديد كده كده كده. ماشي. ودي طبعا مالتي سيجمنت مالتي لوكيول. ففي وان لوكيول وفي مالتي لوكيول. هذه الفيروسات موجودة في الفيروسات النباتية فقط. نبات زي نبات البرسيم بيبقى موجود فيه الفيروسات ديت اللي هي الايه المالتي سيجمنت مالتي لوكيول. هذه الفيروسات موجودة في الفيروسات النباتية فقط. الفا الفا موزايك فيروس، زي الالفا الفا موزايك فيروس.
ودي بتتكون من consists of five parts، بتتكون من 5 أجزاء، اللوكيولز بتاعتها من 2 لـ 5، يعني كده من 2 لـ 5، ده 1، 2، 3، 4، 5، ألفا ألفا موزايك موزايك فيروس، اللي هي ألفا ألفا موزايك فيروس اللي بتبقى موجودة في الفيروسات النباتية فقط، ودي بتتكون من 2 لـ 5 لوكيول، وطبعا بيبقى جواها الايه الايه النيوكليك اسيد اهو، يبقى مالتي بارتيكل فيروس، اسمها مالتي بارتيكل فيروس، مالتي بارتيكل فيروس، مالتي بارتيكل فيروس اللي هو فيروس كومبوزد اوف تو اور مور بارتيكلز، يعني 2 أو أكتر من الجزيئات، each particle كل جزيء أو كل جزء contain one viral genome segment، في قطعة جينوم واحدة، ماشي. يبقى ده الديفينيشن، هنكتب عليه هنا هو الديفينيشن اللي هو التعريف بتاع المالتي بارتيكل فيروس، خلاص. بعد كده هنتكلم على ثالث نوع بقى اللي هو السب فيروسز، ثالث نوع اللي هو السب فيروسز. ايه بقى اللي هي السب فيروسز؟ السب فيروسز يعني عندنا 4 أنواع، معنى سب فيروس ان البروتين والحامض النووي لا يكتسبون صفة التضاعف الا في وجود فيروس اخر، يعني ما يقدرش ان هو يتضاعف الا ما يكون فيه فيروس ثاني موجود. واحد المكونات احد مكونات الفيروس دون المكون الاخر، ودي كمان بتبقى عبارة عن ساتلايت فيروس، ودي بتبقى موجودة في النباتات والحيوانات، ساتلايت فيروس بتبقى موجودة فين؟ في النباتات والحيوانات. ونوع تاني اسمه فيروسويد، والنوع التالت اسمه فيرويد، والنوع الرابع اسمه البريون، ماشي. ودول هنتكلم عنهم ان شاء الله المحاضرة الجاية بكل على حدة، ماشي. وكده يعني كده، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن شاء الله نكمل المرة الجاية.